السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بقلب في الأدنس اللي موجودة في الشات جي بي تي 4، فلقيت الأداة ديت مثلها دي عبارة عن إيه؟ أنت ممكن تكتب تكست تحوله لك لفيديو وحاجات، وممكن تديها فيديو وتلخص لك الفيديو وهكذا. تعال نشوفها كده، الفيديو اللي هم عاملينه. تقدر ان انت تسجل وتقدر ان انت تعمل تحرير او اديت للفيديو، تقدر في ثواني الفيديو شغال تبدأ تعمل شكل جمالي للفيديو اللي عندك. ممكن كل الكلام اللي بيتقال يتحول لتكست. في خاصية تحويل التكست للفيديو، انت اكتب بس انا عايز اشوف مثلا حمامة بتطير في السماء، يبدأ ان هو يعملها لك. اي فكرة عندك قول له اعمل لي فيديو عن الافكار ديت. فده مناسب جدا بالذات لموضوع المحتوى. وفي خاصية برضو ان انت تسجل الشاشة، تقدر تعمل كاستمايز بشكل حلو. فمن ضمن الادنس اللي موجوده في شات جي بي تي ممكن تقول له اكتب لي الكلام، وبعد كده تقول له طب البلاجنز ديت انا عايزها تحول التكست اللي انت كتبته لفيديو. ممكن تعلم على اجزاء معينه من التكست وتقول له اعمل لي ده فيديو مستقل، او اقطع الحته دي من الفيديو، سجل لي بقى الميتنج بتاع النهارده وهات لي ملحوظات، واعمل لي تاج لو في حد قال اسمي تمام عشان اعرف ايه التاسك اللي عليا، او اعرف مين اللي شتم وهتصرف معايا. فجميل جدا ان كل المزايا دي في مكان واحد. تقدر تعمل شير بقى لأجزاء معينة، تقدر تعلم على جزء معين من الميتنج وتقول له انا عايز اسيف الدقيقة ديت عشان نروح نتخانق معاه وهكذا. وفي فلتر للوردس، يعني في كلام معين في الاجتماع شيله من المظبطة بتاعة الجلسة.